لتسليط الضوء أكثر على آخر تطورات المشهد في الناصرية بعد المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر، ينضم إلينا كرار عجرش عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين عبر الهاتف من بغداد. مرحبا بك سيد كرار. يعني أنباء عن ارتفاع ضحايا هجوم ميليشيات الصدر على ساحة الحبوبي إلى 5 شهداء وثمانين جريحا، كيف تصف الأوضاع الآن؟ نعم أستاذ، تحية لك ولكل ضيوف قناة الرافدين الفضائية والمشاهدين الكرام. طبعا أمس شفت الأحداث اللي صارت في ساحة الحبوبي من قبل التيار الصدري، بين طاح الشهداء عندنا 5 من ساحة الحبوبي و50 ألف الجرحى في الناصرية. طبعا ميليشيات الصدر بعد انتم تعرفون به مثل ما باتفاق طبعا يلتزم، لان البارحه شفنا مقاطع في وثيقات جماعتنا وتنسيقياتنا اللي كانت متواجده في ساحه الحبوبي. كل زين، القوات الامنيه واقفه والاعتداء من قبل الميليشيات اتباع الصدر يقتحمون ساحه الحبوبي، وكل دور الجهاز الامنيه ماكو، وكل يعني فد خطوه للاجهزه الامنيه خاطر يصدون لازم يحمون المتظاهرين. هل حاولتم ان تستفهموا ان تستنجدوا بالقوات الامنيه ولم تحرك ساكنا؟ نعم استجادوا وهم جماعتنا اللي كانوا متواجدين هناك، استجادوا بالقوات الامنيه، بس للاسف القوات الامنيه لم ترفع ساكنه ولم تستجيب للمتظاهرين، بينما خلوا عصابات الصدر والميليشيات باقتحام ساحه الحبوبه وحرق الخيام واغرام النار فيها، والقتلى 5 قتلى منهم والجرحى كثير، ولحقوهم بالمستشفيات. طبعا اتباع الصدر لحقوهم، اين هي الحكومه؟ اين هي السلطه القانونيه؟ يقول باين يجب ان يكون، اين يجب ان يكون هيبه الدوله؟ اين هيبه الدوله وعصابات الصدر وميليشيات في ساحه الحبوبه في الناصريه؟ يعني تعتقد ان القوات الامنيه متواطئه مع الميليشيات في قتل المتظاهرين السلميين؟ صار امس في ساحه الحبوبي انتفاض كاظمي وصدري، صار امس من تواطئ في ساحه الحبوبي وخذلان لساحه الحبوبي. التظاهرات حق سلمي ويجب على الحكومه ان تحمي التظاهرات السلميه، كل الاطراف الناس المرجعيه نادت حق التظاهرات، هم محتصمين في ساحتهم وخيامهم، لماذا هذه الهجمه عليهم؟ زين دور الجهات الامنيه وين كان؟ يعني لا امن لا دوله، يعني العراق لا اين ذهب للهاويه؟ يعني الناشط اللي يحكي يطلع يتهدد لو يقتلونه من قبل الميليشيات، كل الزيت جاي تشوفون المقاطع شلون، ذاك اليوم احد الناشطين اللي هو اكرم عذاب هم قتلوه لحقوه، واليوم وامس صارت بساحه الحبوبي، يعني الى متى هذا السلاح المختلف في العراق؟ ولا متى هذا الخراب؟ ولا متى هذا الدمار؟ الميليشيات المسيطره اللي هي احزاب ايران المسيطره على العراق تذهب بالعراق الى الهاويه، وشباب العراق بعد ما يسكتون على هاي الجرائم اللي قاعد تصير حق المتظاهرين والناشطين في الناصريه وسواء في البصره وسواء في بغداد وسواء في كل المحافظات. بعد ان تصدر وسم مقتدى الصدر قاتل، يعني الصدر يهدد المتظاهرين بقوله ان لم تستطع الدوله حمايه ديقار فان للعراقي جنوده، هل تتوقعون هجوما جديدا ومجزره جديده ربما ترتكب من قبل ميليشيات مقتدى الصدر؟ كل شيء نتوقعه، يعني متوقعنا ان راحوا يصلون صلاه رئاسه الوزراء، توقعنا بدموع على ساحه الحبوبي، كل شيء نتوقع من جماعه اللي هذول بعض الاتباع اللي يمشون وراء مقتدى الصدر، يعني انتم ماذا تريدون هؤلاء الشباب؟ لماذا تلحقونهم؟ لماذا تريد هل تريد ان تفوز على اعتصامات في كل المحافظات؟ ترى الاعتصامات لا هي خيمه ولا الاعتصام فكر واعتصام وعي، وثوره تشرين اجبرت الاحزاب الفاسده والعمائم السلطه الفاسده والميليشيات والسراق على الخضوع والنزول الى الشارع والتجرع على حمل السلاح ومواجهة المتظاهرين. شكرا لك سيد كرار عجرش عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.